ما أعطى من الأستاذ محمد الرزيول. ولهذا فسيدات السادة أستاذ المشرف السياسي أستاذ الدكتور أستاذ سعيد الكوري أستاذ الدكتور أستاذ بن خطار أستاذ الدكتور أستاذ أبو جيد الكتالي الأساتذة الكرام أساتذة الكلية وخارج الكلية حاضرين معنا اليوم الإدارة شخص الكاتب العام ديالها العائلة ديال الأستاذ الرزيول حضور كريم. احنا اتفقنا فيما بيننا على أساس أنه نجاوز واحد السقف زمني محدد كما يسمح لنا الأستاذ محمد الرزيول على أساس أنه شوية زمنيا ما خليناهش لهذا فنستسمحوا على هذا وذلك من أجل أن يتحدث الجميع ويناقش الجميع. ولهذا سأتناول بدوري في 15 دقيقة و 20 دقيقة ما تيسر إن شاء الله بخصوص هذا الموضوع. ولهذا ففي البداية قبل ما ندخل مباشرة لابد أن أشير إلى أنه يشرفني أن أكون ضمن لجنة لا بالنسبة للجنة على العمل العلمي ولا لجنة المناقشة ويشرفني كذلك أن أكون بجانبي وعلى يميني الأستاذ الدكتور أستاذ حسن اليوبي وكنشكره أنه حرص على أساس أنه نكون معه في هذه اللجنة وأنا سعيد جدا أنا أسعد بحضوري معك أستاذ حسن اليوبي والأستاذ الذي نجله ونقدره ونقدر عطاءته بالكلية وهو أحد بناة كلية الشريعة من بدايتها إلى نهايتها مع زمرة من أساتذة البارة الكرام البارة الذين يحضرون معنا اليوم ويشرفون بحضورهم وكذلك مع مجموعة من الطلبة الذين كانوا بالأمس طلبة اليوم وجالسون معنا كأساتذة برزوا في مجالهم العلمي وأعطوا الكثير ولا زال العطاء أمامهم. اليوم كلية الشريعة تناقش موضوعا من المواضيع الأساسية أعتبرها من المواضيع الأساسية ولهذا فينبغي أن نفخر بكلية الشريعة وهي تناقش هذا الموضوع الذي له أهمية بالغة جدا لا على المستوى العلمي ولا على المستوى المحلي الجهوي الوطني ويتطوع الأخ الأستاذ محمد الرزيول أن يتناول موضوعا من هذا الحجم وهو ثقل علمي وأكاديمي. أشكره جزيل الشكر على أنه حمل معنا هذا الهم لأنه هذا العمل الأكاديمي سيبقى عملا علميا هاما بكلية الشريعة وبخزانة كلية الشريعة وطبعا سيستفيد منه مختلف الطلبة في هذا المجال. ولهذا أشكرك على هذا إنجاز هذا العمل وكذلك أشكر الأساتذة الذين دعموك من أجل أن تناقش هذا العمل وبذلوا قصارى جهود من قريب أو من بعيد على أساس أن تتم المناقشة وهي تناقش في وقتها المناسب لا قبل وقتها ولا بعد وقتها. فأشكر جميع الأساتذة الذين بذلوا يدعوا من أجل أن تتم هذه المناقشة اليوم وأشكر الإدارة كذلك على تسهيلها وتبسيطها المساطر والإجراءات. طبعا حتى لو أضيف الخمس دقائق اللي خلفت قد نبدأ نشير إلى أنه الموضوع طبعا الأطروحات تتناول موضوع الإثبات المعاملة العقارية ونحن نعلم جيدا أهمية الإثبات. فالإثبات ماشي فقط ليس مسألة نظرية مسألة أكاديمية بقدر أن هذا الموضوع ديال الإثبات عنده واحد العلاقة بشكل شيء كبير جدا اللي هو أنه يدخل في باب السياسات العمومية للدولة وذلك من انطلاق أن موضوع الإثبات له علاقة مجتمعية هو عنده علاقة بالاقتصادي عنده علاقة بالجانب الاجتماعي عنده علاقة بالجانب السياسي إلى غير ذلك. وبالتالي مختلف الدول اليوم مختلف الأنظمة إن كانت تفكر في شيء غالباً ما تعمل على أن تفكر في وضع سياسة عقارية وهذه السياسة العقارية والأنظمة العقارية ليست مسألة هينة ولا يمكن أن نركن في مكاتبنا من أجل أن نخرج ضوابط فهي مسألة متشعبة متفرعة وغايتها في النهاية هي أن يكون هناك استقرار في البلد أن يكون هناك أمن في البلد. وبالتالي سنجد أن مختلف الدول لازالت تتخبط مجموعة من الدول لازالت تتخبط والمغرب بدوره لازال يبذل قصارى جهود من أجل أن يخرج بسياسة عقارية في المجال. ولهذا فمسألة لا يمكن التغلب عليها في عقد ولا عقود قليلة من الزمن بل ربما قد تتطلب وقتا طويلا. والمغرب هو خير نموذج لأنه منذ 2013 مثلا لما نقول خذ هذا القانون أو غير القوانين هذا
كنشوفوا قرب الزمن ولا زال المغرب لم يجد بعد ترسانه قانونيه قاره مدونه قاره يمكن ان يستقر عليها. وذلك انطلاقا لانه هذا الشيء راه مساله تنغي تشغل بال صانعي القرار السياسي. يعني راه ماشي واحد المساله كنعالجوها كنجيو فيها في الجامعه ديالنا وفي الكليه وكنحاولوا بعد كنتناولوها من الزاويه ديالنا بقدر ما انه يمكن نقولوا بانه عدد ديال الانظمه لم تتمكن من ان تصل في الاخير الى قانون يمكن ان يضبط لنا هذا المجال. ولهذا فكنوجدوا بان المغرب بذل قصارى الجهود ولا زال يعمل على تحيين ترسانته القانونيه من اجل المصير الى امن استقرار او واحد ما يسمى اليوم بالامن العقاري. انطلاقا من انه هذا مجال ديال اثبات المعاملات العقاريه عنده على استقرار البلد عنده علاقه بحقوق الانسان بحيث انه يضمن الحقوق لاهلها يضع الثقه الاستقرار في البلد وتنتج عنه اثار شرعيه واثار قانونيه هي اللي غادي نجيو ندرسوها اليوم. بمعنى ان هذا الموضوع ديال اثبات المعاملات العقاريه فقط لا يتعلق بمساله انه نثبت حقا ونحاول ونبذل قصارى الجهود من اجل ان نقول كيف يمكن اثباته مصدر اثباته لشهادته كذا تحرر لا محررات لا غير ذلك لا نزاع قضائي لا هو اكبر من ذلك. لكن نحن في الزاويه ديالنا كنتناولوا من هذه الزاويه. ولهذا فالمغرب وضع ترسانه قانونيه لا زال في نظام تحديد ترسانته القانونيه ونحن نسمع اليوم بانه هناك مراجعه مثلا لمدونه التعمير، هناك مراجعه للاراضي السلاليه، وزاره الداخليه تبذل قصارى جهدها، المندوبيه الساميه ديال المياه والغابات ما تصوروش اش كتعمل من جهود في مجال الملك الغابوي، وهكذا كنجدوا بانه اليوم هناك مشكل. ولهذا الاستاذ الغزيول لا يتناول الموضوع نظريا اكاديميا علميا بقدر ما انه يضع اصبعه على مشكل من المشاكل المطروحه اليوم. لانه اليوم اذا كانت المحاكم تعج بشكايات فبشكايات في المجال العقاري. وانتم كتشوفوا انه ذات مناظره ديال السخيرات مناظره وطنيه للحديث في السياسه العقاريه. ما كفاش ذلك فقط حتى ملك البلاد يوجه رساله الى وزير العدل السابق لوزير العدل الحالي بخصوص انه الله يخليكم شوفوا نديروا شي حل بخصوص هذه المنازعات التي تحصل بصدد هذا المشكل. لانه الترسانه القانونيه اللي كاينه اليوم عاجزه عن ان تجد الحلول الناجعه في هذا المجال ديال الاثبات. طبعا الاثبات الاستاذ الغزيول تناول بما يكفي لا بخصوص موضوع الاثبات ولا بخصوص طبيعته واش هو من قواعد النظام العام ولا غير قواعد النظام العام، واسهب في مجال الفكر الاسلامي ونوه بما قال به الاستاذ الغزيول في المجال الاسلامي بحيث انه اعطى للفقه الاسلامي حقه ووجب الفقه المالكي فعلا ان الفقه المالكي ينبغي ان نفخر بفقهنا المالكي في المغرب بما بذله بما يبذله وبما سيبذله والمراجع الهامه جدا التي ذكرها لا بالنسبه لابن رشد ولا بالنسبه لقيم الجوزيه ولا بالنسبه لابن تيميه ولا الشوكاني ولا الزرقاء ولا غازي الكرسيني الله يرحمه ولا ابن مجدوب الى غير ذلك وبالتالي ولا الدردين ولا شرح خليل ما خلاش الاستاذ محمد الغزيول مراجع من المراجع الاسلاميه التي تناولها بما يجعل ان الاطروحه تشمل فعلا تعد مرجعا في المجال الشرعي مجالا مهما جدا. ولهذا فاشكر هذا من جانب ما عنديش الحق وقيلا نتكلم من جانب الشرعي اكثر من نتكلم من جانب القانوني وشاف المقدمه ديالو الى انه اليوم ما نعاني منه اليوم هو انه هناك ازدواجيه في القوانين حيث قبل مازال عندنا المشاكل ديال ما قبل قانون التحفيز العقاري وابقات العقود المدنيه التي تبرم اليوم وكذلك التحفيز وانتم تعلمون انه رغم ان المشكله صدرت رساله قانونيه يبدل بها هذا المجال لا زالت لم يتم الحسم بشكل من الاشكال الا لما صدرت مدونه الحقوق العلميه ولو انه حتى مدونه الحقوق العلميه عملت قصارى الجهود من اجل ان تحل مجموعه من المشاكل لازالت بعض الضغط في المواد هذا حد جوج مثلا من مدونه الحقوق العلميه. ولهذا فالله يكون في عون المغرب كيف يمكن له ان يحسم المشاكل العقاريه التي تحدث اليوم اشكاليه اثبات المعاملات العقاريه
تطرحوا اشكال اش من معامله تعاقديه كنتكلموا، واش من هذا النوع المدني اللي هو كيخضع لواحد النوع من العقود او من هذه القضايا اللي ينصوا عليها قانون التحكيم العقاري، وبالتالي هنا مجموعه من المشاكل وهنا مجموعه من المشاكل، اضافه الى انه في المغرب عندنا انظمه عقاريه متعدده، عندي انظمه عقاريه نظام الاوقاف اللي كان في 1913، نظام الملك العمومي في 1914، نظام الملك العمومي للدوله الخاصه في 1916، نظام الاملاك الغابويه في 1917، نظام الاملاك البلديه في 1921، المغرب ويا ريت رساله قانونيه الاراضي السلاليه في 16، وبالتالي يا ريت منظومه واحد مشكل كبير جدا كيف يمكن التعامل، ولهذا لا زالت المشاكل مطروحه الى اليوم بالرغم من ما قامت به مدونه الحقوق العلميه، ولهذا فالمغرب نقولوا ابتداء من التسعينات بدات تظهر مجموعه من المجهودات، كانت بدايتها مثلا نقولوا مدونه التعمير في 1992 1912، وكذلك القوانين الخاصه بالملكيه المشتركه، العقارات العقود اللي كتدي هذا طور التحفيظ، دي البيع العقار الى غير ذلك، وبالتالي هالمجموعه من القوانين المنظمه للعقارات حاولت المجتمع في التسعينات حاول ان يبذل جهدا من اجل ان يحل هذا المشكل ديال، لكن حينما صدرت مدونه الحقوق العلميه عميت على اطفاء، الحقيقه هي كانت مهمتها اطفاء مجموعه من الحرائق التي حدثت هنا وهنا. ولهذا الاستاذ الزيول عمل قصارى جهود من اجل يتناول كل هذه المشاكل وتحدث عن عنصر من العناصر الاساسيه التي اشرت اليها هو عنصر الكتابه، حيث ان مشكل كتابه في المعاملات العقاريه وفي التصرفات القانونيه يعني اشار الى الاشكال اللي كاين ما بين الجانب الفقهي ومجال قانون التزامات العقود المصدر قانون التزامات العقود، خلق مشكله بالنسبه لما كان من قبل، لكن مجال المدونه عاود تقدمت بشكل كبير، لهذا يمكن ما اشرت في المقدمه ديالو هناك ازدواجيه وتعدديه في القوانين، واشار بما يكفي الى هذا الاختلاف اللي هو حاصل اليوم. وهكذا نلمسوا بانه يمكن ان نقول بانه يعمل المجتمع على ان يخلق لنا هذا الامن العقاري او هذا الامن المادي، وحنا بالنسبه لنا الامن القانوني، بحيث انه ينبغي ان يكون هناك امن قانوني، امن سياسي، امن اقتصادي، بحيث ان المستثمرين اليوم صعب جدا صعب جدا ان يدخلوا هذا المجال، ان يستثمروا في هذا المجال ما لم توفر لهم الدوله الضمانات التي ينبغي توفيرها لهم من اجل ان يكون، لهذا حسب ذاك الحوار الوطني اللي قلت كاتبك الرسائل الملكيه من اجل ان يكون العقاره الوعاء العقاري ان يكون مؤهلا ليشمل ويحسم مختلف هذه النزاعات. اشار الى اهميه البحث بما يكفي، اشار للموضوع الاشكاليه وقال بان الاشكاليه هي مجموعه من الاشكاليات، بحيث انه الموضوع ديالو اثر فعلا مجموعه من الاشكاليات لا بالنسبه لمساله الكتابه ولا مساله هل الكتابه مشكل، الكتابه اثره بنوع من واخا ما عطاش الراي ديالو الشخصي في واحد الوقت لما كيتكلم على اشكاليه الكتابه، واش الكتابه بالنسبه للانعقاد كتابه انعقاد اشكاليه الانعقاد ولا اشكاليه المفاد، وتكلم على الفريق الفقهي الذي يقول بشكلية الانعقاد وشكلية النفاذ، ولا زال ولكن بقيت كنتظر يعطي الراي ديالو ما عطاش الراي ديالو، وهذه من الامور اللي غادي نشير بانه من حين لاخر عنده غنى في الافكار الى غير ذلك، واحيانا لا يجرؤ بربما بتطوعه والبحث العلمي يتطلب ان تكون هناك جرأة في مش هذا بشكل عام هذا المقدمه باش نشير الى انه المجهود الذي قام به الاستاذ زين، وطبعا انتم تعلمون جيدا بانه الكفاله لله، اي عمل نقوم به عندنا فيه واحد الاجر، الى صبنا راه عندنا اجران، اذا لم نصب عندنا اجر واحد، الاستاذ عنده الاجر وعنده الاجران، ولهذا هو بنفسه يعني كل مره وانا تتبعت عمله منذ البدايه وكان ينجز عمله اليوم، ومن بعد واحد الشهر وشهرين هو بنفسه يعدل ويجد مجموعه من التعديلات ويدخل مجموعه من التعديلات، وهذا من حسنات هذا البحث هو انه تطلب بعض الوقت، وكان هذا الوقت من حين لاخر يضل هو نفسه ويجد مجموعه من الاشياء، لهذا فلا بد من المشير الى انه تناول موضوع التصرفات المعاملات العقاريه هو موضوع ليس سهلا، حيث انه لازم نحن اليوم نقارن
فقها وقانونا وقضاء، وموضوع ديال الأطروحة ديالو إجبال المعاملات العقارية يصب من ورائه إلى الاستفادة من الفقه المالكي، واش نستفد القانون المغربي من الفقه المالكي؟ ولا بد أن نقول هذه الحسنة، لا ينبغي أن نقول بأن المشرع المغربي لن يستفيد من الفقه المالكي، لا، فضل الفقه المالكي على المشرع المغربي كبير جدا جدا، وهذا ما نجده حتى في مختلف القوانين. إذا شديتي قانون التزامات العقود تجد الفقه المالكي موجودا، شديتي قانون ديال عارف الحقوق العلمية براسها المدونة تجد الفقه المالكي. ولهذا فبذل قصارى جهود من أجل أن يبرز أن فضائل الفقه المالكي على التشريع على القانون المغربي قائمة وثابتة بشكل بارز. و يبقى انه حنا كنقولوا مجموعه من الحسنات ديال البحث العلمي اللي شارك يعملوا الاستاذ، ما فيها بس نقول بانه صربت له بعض الاخطاء اللغويه، حنا كنا كنتصرف الى الاخطاء اللغويه والنحويه والطباعيه، البعض منها تصرف الى العمل، وبالتالي ان شاء الله غادي سيعمل على استدراكه، ما فيها بس هذا الشيء ما عنديناش نطول فيه. عندي مجموعه ديال الملاحظات ما فيها بس نقولها من حيث الموضوع، هو انه كان يتصرف احيانا على ابداء رايه الشخصي في بعض الحالات، وجدت بانه هذاك الفصل التمهيدي غلبوا داروا 82 صفحه هذاك الفصل التمهيدي ورهقوا بزاف، ما قدرش يخرج منه لانه كيتناول فيه جوج ديال المواضيع، كيتناول الجانب ديال الاثبات وجانب المعاملات العقاريه، وبالتالي خدلوا وقت طويل، واحيانا من حين لاخر كيتوسع كيوجد راحته راحة أو حين من بعد إنسان أصلاً، فإنما كنت ناول مجالات الاختصاص ديالو، لأنه هو أستاذ محترم وبالجد في المجال ديالو، لكن ما كنت ناول الملكية كإنسان راسه في الملكية كيأخذ وقته كأنه ما عندوش الفرانات، لما كنت ناول الموضوع ديال الإثبات في المرض العالية كإنسان، لما كنت ما فاش كيهضر على الموتيك وعلى العدل، هو مهنته من فضائل هذه المطروحة، من فضائل أنه كان عدل والعدالة ديالو موجودة في الكتاب، واستفدنا منها ما يمكن لبناء إلا هو، حنا ما نفهموش في ما، ولهذا فنحن نشكر كأستاذ، راني مخاطر نقول شيء سلبي، راني كنعاود نقول بأنه الفضائل كبيرة جدا عندك بين العدالة في هذا المجال. ثم في واحد الخاتمة فيها سي محمد غزيون تعب في خاتمته وبدأ يحاول كيقول واش غاتدير في هذه الخاتمة؟ أنا ذاك الباب الأول وذاك الفصل الأول نديرو الخلاصة ديالو، الفصل الثاني نديرو الخلاصة ديالو، فوجدت بأن خاتمته كانت بمثابة خلاصات ولكن هي جيدة لا مانع في ذلك. كذلك ما وجدتش في الأطروحة واحد جوج ديال المواضيع الأساسية ما وجدتهاش، كنت كنقول غادي نشير لها، شنو هما؟ مثلا بالنسبه للتوثيق ديال الموثق الاسرائيلي والموثق اليهود، تعلمون انه كانت عندنا عقارات ديال اليهود وخارج القانون ديال الموثقين الاسرائيليين عندنا في مختلف الملاحات، فكانوا يوثقون الزواج والطلاق والارت والنفقه وحتى التصرفات العقاريه، وخرج القانون الخاص بهم ما كنفهمش، ما عرفتش شنو كيديروا هاد الناس الموثقين، كنتمنى انه هو بعد يشتغل او يشتغل من هاد الموثقين. وكذلك واحد النقطة أخرى أساسية ما تمشي الإشارة إليها اليوم حتى أنتم تعلمون أنه هناك محررات إلكترونية، هناك عمل إلكتروني، اليوم حنا صافي راه هادشي غادي نحو رقملة هذا المجال، المعاملات العقارية. ولهذا المغرب انخرط في الاتفاقيات الدولية على أن يعمل على رقملة تصرفاته القانونية كلها بما فيه التصرفات العقارية، وأعطي التعليمات للمحافظات العقارية على أساس أنه الله يخليكم أعملوا على رقمنة الوثائق، المواطن لما يجي أعملوا على إعطائه أوراق إلكترونية يمكن ما يجيش كاع هذاك المواطن، بل أكثر من ذلك، يعني هذه واحد جوج أسابيع أو ثلاثة أسابيع بدات كتصدر فكرة أنه ينبغي شهادات الملكية، صوروا أنه وصلنا لواحد المستوى أنه منذ غير أيام قليلة جدا بدأ المحافظ العام ديال المملكة كيعطي تعليمات على أساس أنه الله يرضى عليكم حتى هذه الشهادات الملكية اللي غادي تمشي تاخذها من عند المحافظة العقارية غادي نبداو نعطيوها مرقمنة
مما حتى الناس اللي خدامين في المحافظه العقاريه كيقولوا وكيفاش هذا الشيء، وهي وثيقه واحده اللي كتعطى لواحد عنده عقار وورقه اللي كتعطى له وبالكود ديالها والرقم ديالها ومشاكل باش كتاخذها. اليوم هناك تعليمات على اساس انه لا ينبغي ان تكون غير مواطنه. فكنت بغيت سي محمد زيولي يدير شيء بحال هذا الشيء هذا ما وجدهاش، ولكن انا عارف انها هي بالو وتناولت هذا الحديث معاه مرارا وتكرارا وبدوره شغل بالها. بقات لي فقط واحد 5 دقائق باش ننهي الموضوع ديالي، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. باش نقول ايضا بانه هذا العمل اللي داروا سي محمد زيول عمل في مستوى عالي، ووجدت ان سي محمد زيول وانا كنطالع عنده مقالات عديده في مجال التخصص ديالو كان مبدعا في المزاوجه ما بين ما هو فقهي وما بين القانوني. وجدت انه استحضر التجربه الفرنسيه، هو انه التجربه الفرنسيه كانت مهمه جدا في فتره ديال الحمايه، خدا كثير منهم في المنهج العلمي الاكاديمي، استحضر المقاييس العلميه والمعايير الاكاديميه، كانت له مؤهلات مهنيه افادت تجربته العلميه، كانت له يحسب له بين ايضا ما يحسب سي محمد هو انه بدا واحد الجهد كبير في الاحكام القضائيه. تعلمون ان الاحكام القضائيه احنا كطلبه ولا كاساتذه صعيب انك تاخذ الاحكام القضائيه، صعيب انك تمشي الاحكام القضائيه، ماشي سهله. سي محمد الغزيول ما من موضوع الا ويداعبه ويغنيه ويدريه بالاحكام القضائيه. فهذا مليء بالاحكام القضائيه، لا الاحكام القضائيه اللي كانت في واحد العقد معين بسنوات معينه ولا في نرق فيما بعد. عمل على استحضار مجموعه من المراجع القديمه حتى ديال بوندوكرو، بوندوكرو وما ادراك ما بوندوكرو، كيستحضروا المراجع ديال الفرنسيه. ولهذا بالنسبه لسي محمد باش ما نطولش عليه، ينبغي ان اقول بانه هناك حسنات عديده جدا، هناك مجموعه من الايجابيات التي غطت على ما به من ضغط. وهذا العمل ليس سهلا، ليس سهلا ان يقوم المرء في كليه الشريعه، استاذ في كليه الشريعه، بعمل سنتبانى به مع باقي الكليات. ولهذا فانا اشكرك استاذ محمد الزول على هذا العمل الذي قمت به، وانوه بجهودك الكبير الذي قمت به، وينبغي ان نهيب نحن اساتذه في كليه الشريعه ان لا زال بين اساتذه كليه الشريعه والخير كثير من الاساتذه الذين يمكن ان ينجزوا عملا من هذا الحجم. اتمنى لك المسيره الموفقه، حيث انه الاستاذ سيحصل على شهاده، هل تظنون ان هذه الشهاده هي التي ستعطيه اعتباره في الكليه؟ سي محمد الغزيول له اعتبار وله تقدير منذ سنوات، وهو باحث عالم في ميدانه في تخصصه، لا يمكن ان نفقه في ذلك الا هو. ولهذا فهذه وثيقه الاستاذ محمد الغزيول لا تغني شيئا، لا تضيف لك شيئا، بل انت ركزت مركزك العلمي والاكاديمي في الكليه بفضل مجهوداتك. اتمنى ان يقتدي بك مجموعه من الاساتذه الطلبه بالخصوص، ولهذا فانوه بهذا العمل السيد الرئيس المحترم. اشكرك على الكلمه واتمنى ان اكون اطلت. شكرا جزيلا.